بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الكلام اليوم إن شاء الله بإذن الله يا جماعة عن السيرج، البار اللي تحت الانفنتوري، الايكون اللي تحت الانفنتوري ده يا جماعة لو أنا ضغطت عليه فبيفتح لي ويندو كده. الويندو ديت زي ويندو خاصة بالبراوزر، البراوزر ده مكتوب فيه سكند لايف سيرج. وسكند لايف سيرش من الويزرد ده يا جماعه زي متصفح، المتصفح ده هيحاول يساعدك في انك تسيرش على حاجات مختلفه خاصه ببيئه السكند لايف. اكشولي الويزرد ده ويزرد قوي جدا جدا جدا، وبيحاول يسيرش في الداتا بيس تبع سكند لايف. داتا بيس تبع سكند لايف فيه حاجات كتير جدا لك ان تتخيل. طيب تأصيلا كده عندي بار للبحث، وده هيكون مسار حديثنا خلال لحظات، ومن تحت في نقط مختلفة ممكن انت تحاول تسيرش عليها، الجي والام والاي. طبعا الكلام ده طبعا الحاجات ديت طبعا هو بيقول لي ده ريستريكتد، الكلام ده محجوز للناس اللي فوق ال 18، اما بالنسبه للام ده موتوريتد المحتوى بتاعه يعني ماتشر. اما عن الجي ده جنرال المحتوى بتاعه ممكن اي حد يشوفه، او انت بتحاول تسيرش على محتوى ناس معين ممكن تشوفه او لا. الكلام ده ليميتد مش للجماعه دول، ده انماط من انماط تحديد طريقه البحث. يعني انت لو عندك كونتنت معين هتحاول تبقى سبيسيفيك عليه، هتحدده بالظبط. طبعا ايه فائده التحديد؟ انه بيكون في معلش يعني هنا مخالفات كتير جدا بحكم ان وجود افاتارز و3 دي وتمثيل بشكل حقيقي ومثلا اوفر رايد انيميشنز وايحاءات غريبه، فعلشان كده المساله ديت ربما بتفيد لو انت كنت عايز تعمل ليميتيشنز لكونتنت معين فوق كده، حاجات زي كده. رغم ان برضو الامور مش هتكون محكومه بالظبط. طيب عندي ثلاث حاجات اساسيه. ايفنتس دي زي قائمه الايفنتات، زي بيقولوا كده عندنا ايفنت، ها عندنا حدث بنحاول نعمله دلوقتي، رايت اوكي، اور ديستنيشن جايد. وفي الديستنيشن جايد ده عباره عن دليل بيقول لك والله ده في اماكن معينه ممكن حضرتك تروحها، او انا في عندي ديستنيشنز كتير، او راندو وريتا ورينتلز. اللاند دي بمثابه جزر كامله لك، انت عايز تروح لجزيره كامله، انت مش عايز تروح مكان، انا عايز تروح ل زي مكان مقصود، ها يعني مش مكان، هنا جزيره كبيره، هنا مكان مقصود، هنا ايفنت حدث بيتقام في مكان، حدث بيقام في مكان صغير. ومن تحت بيقول لي في كلاسيفايد الحاجات اللي شغاله دلوقتي، مثلا دلوقتي يعني محتويات مختلفه، وانا ممكن طبعا اعمل لي انا الكلاسيفيكيشن واعرض الكل واخلافه من الحاجات دي. طيب انا حديثنا مش طبعا على الديستنيشنز، ومش هنوصل للفيو الكلام ده، مش هنبتدي نعمل احنا الايفنت بتاعنا، احنا الكلام ده هيجي متاخر ان شاء الله باذن الله. خلونا بس نجرب على السيرشنج على الداتا بيس تبع سكند لايف. طيب انا ممكن اسيرش فين؟ انا قبل ما اكتب الحاجه اللي انا عايز اسيرش عليها بهدور هقول لحضراتكم نظره على ممكن اسيرش على ايه. ممكن اسيرش على everything، كل حاجه كل حاجه، يعني كل اللي جاي ده، اور كلاسيفايد حاجات متصنفه يعني متبوبه، اور ايفنتس اور ديستنيشن جايد اور لاند اور بيبل ولا جروب ولا بليسز ولا سبورت ولا ولا ولا، انت عايز تسيرش على ايه بالظبط؟ والفلاتر دي بتساعدك في انك تقلل نطاق بحثك. مثلا انا هضغط على بيبول، انا عايز ادور على شخصيه معينه وانا فاكرها كويس، ونفترض مثلا شخصيه كانت شخصيه ريهام، انا فاكر الاسم بتاع الافاتار ريهام كان اسمه تقريبا ريهام زيرو، بحكم ان اتعاملنا معاها قبل كده جوه الفيرتشوال رياليتي، جوه الفيرتشوال وورلد سكند لايف، فانا كليكيت عليها فبيبتدي بيقول لي وان ريزولت، انا عندي شخصيه وان بيبول اسمه ريهام، فممكن تضغط عليها فبيبتدي يجيب لك ريهام واوفر تليبورتنج، اوفر تليبورت يعني بتحاول هتطلب من ريهام انها تديلك تبعت لك احداثيات وجودها، يعني هي موجوده فين دلوقتي، ورايه من انستنت مسجز، او عايز تشوف البروفايل بتاعها. طب الكونتنت بتاع ريهام ده جنرال طبعا ممكن اي حد يشوفه كده. ده بالنسبه لطريقه البحث. الاليات دي كلها يا جماعه بتبقى بنفس الكيفيه، يعني لو احنا اخترنا مكان معين هندور وهنبتاع، بدل ما هيبقى في بيبل هنبتدي ندوره بقى في مثلا في اللاندس وفي الجروبس في البليسز في الكلاسيفايد في الايفنتس في لا او على جزيره معينه او ما شابه. ده بالنسبه للوزرد القوي جدا بتاع سكند لايف الخاص بالسيرش. راح نستخدم
بنستخدمه لو احنا كنا عايزين نروح لمكان معين على وجه التحديد او بندور على معلومة معينة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.